السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك مريض ضغط وعايز تاخد مسكن، ايه هي النصايح اللي لازم تاخد بالك منها قبل ما تاخد المسكنات؟ في 60 ثانية هقولك على اهم 10 نصايح لازم تاخد بالك منها كمريض ضغط قبل ما تاخد اي مسكن. اول حاجه لازم تاخد المسكنات اللي ما بترفعش الضغط زي الباراسيتامول والاسبرين. تاني حاجه ابعد عن المسكنات الغير استروديه الا بعد ما تستشير الدكتور بتاعك. استخدم المسكنات حسب ما الدكتور قالك وما تاخدش المسكنات اكتر من 10 ايام. وانت بتاخد المسكنات لازم تقيس الضغط بشكل منتظم. ممنوع تستخدم مميعات الدم مع الاسبرين الا بعد استشاره الدكتور. قبل ما تاخد الدواء لازم تقول للدكتور على الادويه والمشاكل الصحيه اللي عندك علشان ما يديلكش دواء ما تستفادش منه او ياثر على دواء تاني او يسبب لك مشاكل صحيه. ممنوع تاخد المسكنات لو عندك قرحة في المعدة او فشل كلوي او فشل كبدي. لازم تقرأ النشرة الداخلية للدواء لان ممكن تفيدك وممكن تلاقي فيها نصايح مهمة. جميع المسكنات لازم تتاخد بعد الاكل مع كوب مية كبير. ما تاخدش المسكنات مع ادوية تانية وخليها لوحدها. ممنوع تاخد اي اعشاب مسكنة الا بعد ما تستشير الدكتور بتاعك. دي اهم 10 نصايح لازم تاخد بالك منها كمريض ضغط قبل ما تاخد اي مسكن. لو عندك اي سؤال بخصوص الموضوع اكتب لنا في التعليقات تحت الفيديو واحنا هنرد عليك. لو كان الفيديو عجبك وافادك اعمل شير ولايك للفيديو. بتمنى ليكم الصحة والعافية. كان معكم دكتور طارق تركي استشاري جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.